صلى الله عليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: امرأة كانت نفساء ثم طهرت وصلت، ثم بعد فترة أتاها الحيض مرة أخرى، ثم بعد ذلك طهرت وصلت، ثم بدأ يخرج منها دم منقطع، فما الحكم في ذلك؟ النفساء في أثناء الأربعين إذا انقطع دمها انقطاعا كاملا فإنها تغتسل وتصلي وتصوم في فترة الانقطاع، فإذا عاد عليها الدم خلال الأربعين فإنها تترك الصلاة والصيام وتعتبر نفسها نفسا إلى أن تكمل 40، فإذا كملت 40 انتهى النفاس. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: وما صامته وصلته أثناء النقاء والطهارة صحيح، لا تعيده. نعم.